كما يسرنا أن يكون معنا عبر الاتصال المرئي السيد فادي المجالي، رجل أعمال ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين المغتربين. سيد المجالي، هل تحدثنا عن مستوى التعاون بين المملكتين في مجال الاستثمار والاقتصاد؟ يعني ابتداء شكرا للاستضافة. حقيقة الحديث بالمجمل عن العلاقات البحرينية الأردنية يعني مسيرة تزخر بشراكة فاعلة وتعاون إيجابي في مختلف المجالات وتناغم بالمواقف حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية. بشأن الملف الاقتصادي والاستثماري، حقيقة مطلع هذا العام عقدت اللجنة العليا المشتركة البحرينية الأردنية اجتماعاتها بدعوة كريمة من سمو ولي عهد البحرين، وكان حقيقة للجانب الاقتصادي دور مهم ومساحة واسعة، وتم توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات، وعقد منتدى اقتصادي أردني بحريني أيضا، وتم تفعيل ما يسمى بمجلس الأعمال الأردني البحريني، ودعوا جميع الأطراف إلى ضرورة الاستغلال الحقيقي للفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين. بدي أتكلم بشوية أرقام. حقيقة حجم التبادل التجاري بين الأردن والبحرين مر بفترات يعني مختلفة. قبل كورونا كان ميزان التبادل التجاري وصل 400 مليون دولار، ثم عاد انخفض تقريبا ل 100 مليون دولار، اليوم آخر التقارير 200 مليون دولار. لا شك أنه هذا الحجم التجارة البينية بين البحرين والأردن لا يرقى لحجم الطموح ولا يرقى لحجم العلاقة الوطيدة بين البلدين. في استثمارات كبيرة في البحرينية في الأردن تصل ل 200 مليون دولار تقريبا، جلها في السوق المالي، حيث يحتل البحرين المرتبة الخامسة بين الدول العربية من استثمارات بالسوق المالي الأردني. احنا من وجهة نظرنا كقطاع خاص ندعو لمزيد من التعاون ومزيد من يعني زيارة الوفود التجارية لتحقيق تطلعات أفضل. نعم. طيب سيد مجالي، بوجهة نظرك الخاصة، كيف ترى مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين؟ تمام. نحن حقيقة نتطلع إلى يعني مزيد من المتانة في العلاقات الاقتصادية تحقيقا لطموحات القطاع الخاص في كلا البلدين، والتي تعكس حجم العلاقة الحقيقية بين البلدين، وذلك من خلال يعني شركات مشاريع كبرى، حجم التجارة البينية كما أشرت سابقا، إزالة أي معيقات تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين، وتعزيز كما أشرت زيارات الوفود التجارية والاتفاقات والاطلاع على القوانين المشتركة بين البلدين، والاستفادة من كلتا البيئتين الاستثماريتين. الأردن والبحرين يتمتعان ببيئة استثمارية جاذبة حقيقة، وبتشريعات ناجزة، وبكثير من الفرص واتفاقيات التجارة مع معظم دول العالم. أنا في هذا الشأن حقيقة، وفي إطار يعني ما يشهد العالم من تحديات سياسية وأمنية، ويعني بأكد على أهمية ما طرح سابقا وما رحبت فيه البحرين سابقا بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي وتعزيز الوحدة والتعاضد والتكتل العربي أمام التحديات والمخاطر. وحقيقة الأردن يعني خاصرة الشمالية للخليج العربي، وأصبح اليوم انضمام ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية. فنحن نتطلع للمستقبل إن شاء الله، ونتمنى يعني أن يحقق الجانبان كل ما يصبو إليه. نعم. إذن السيد فادي المجالي، رجل أعمال ورئيس جمعية رجال الأعمال المغتربين الأردنيين، شكرا جزيلا لك.